خلوني بس يعني ارجع لكم لشيء تكلمت فيه من شويه. فانا قلت لكم انه العالم انقسم فيك ثريدز وفريق تويتر. هنا مين دخل على الخط؟ طالبان. بالضبط طالباني، وهم دخلوا على الخط واعلنوا صراحه مين بيفضلوا. حقيقه من اول ما طلع ثريدز ونحن بنسمع الناس بتدافع ومتمسكه في تويتر، فأحد قيادي الحركة اللي هو أنس حقاني كتب تغريدة تكلم فيها عن ميزات تويتر، وقال إنه أهم ميزتين في تويتر هي حرية التعبير وطبيعة تويتر ومصداقيته، وإنه متى لا يمكن أنها تحل محل تويتر لأنها ما بتتحمل الآراء الأخرى مثل تويتر. صراحة أنا ما أعرف إيش شعور تويتر بدعم طالبان، وهل هذا إيجابي ولا سلبي، خصوصا إذا تذكرنا أنه المفارقة في الموضوع كله هذا أنه طالبان اللي جالسة بتتكلم عن حرية التعبير.